عشان كذا قررت أنضم لبرنامج انطلق لونشن بيبل اللي هدفه تغيير حياة الناس للأفضل. واليوم راح يكون في فرصة لكل شخص موهوب رياضي عنده مهارة تميز فيها عن غيره أو عنده فكرة برنامج رياضي. شاركنا الآن في برنامج انطلق لونشن بيبل. حكون أنا وسامسون موجودين عشان نساعدك نوصلك للهدف اللي تحلم فيه.